عارف ايه هي الحاجة اللي تطمنك في معاملاتك البنكية الاونلاين لشركتك؟ الرقم السري المتغير طبعاً، عشان ده بيوفر لك حماية وامان لكل معاملاتك البنكية. وعلشان تفعل تطبيق الرقم السري المتغير، تابع معانا الخطوات دي. الاول، هتنزل تطبيق الرقم السري المتغير للشركات من على اب ستور او جوجل بلاي، وبعدين تدخل على حسابك على منصة CIB بيزنس اونلاين، واللي هيطلب منك تدخل بيانات حسابك، وبعدين رقم البطاقة او جواز السفر ورقم الموبايل اللي متسجل عندنا. بعد كده هيجي لك رسالة فيها رقم ورمز التفعيل وإعادة التفعيل. هتدخل على اللينك اللي في الرسالة وهيوجهك للتطبيق مرة تانية، وهتظهر لك كل بيانات التفعيل على الشاشة. بعدها هتقدر بقى تحدد البين كود بتاعك، وبعدها اكتبه تاني. هتدخل رقم التأكيد اللي ظهر لك على تطبيق الـ OTP على حساب CIB Business Online. أنشئ رقم سري متغير من تطبيق الـ OTP عشان تكمل عملية التفعيل وانت في البيت وفي أمان تام. طيب، ولو عايز تفعل جهاز الرقم السري المتغير؟ سهلة، هتدخل على حسابك على منصة CIB Business Online، واللي هيطلب منك تدخل بيانات حسابك، وبعدين رقم البطاقة أو جواز السفر، ورقم المسلسل على ظهر جهاز الرقم السري، ورقم الموبايل اللي متسجل عندنا. هتدوس على العلامة دي باستمرار عشان يفتح، وهتدخل البين كود بتاعك، ومرة تانية للتأكيد، وبعدين هتدوس على رقم واحد. هتدخل رقم التأكيد اللي ظهر لك على جهاز الـ OTP على حساب CIB Business Online عشان تكمل عملية التفعيل. وبس كده، بالسهولة دي، زي ما تعودت من CIB. CIB بنك تثق فيه، تطبق الشروط والأحكام.